الشوارع معرض لحوادث كثير كثير. شفنا جثث قدام عينينا ماتت فورا من الحوادث، حوادث كثيرة، وسيارة ماشية بتشوف مطب، بتشوف جارة، بتشوف ايش بدها تشرد عنها، بتيجي بتخرج بسيارة ثانية، بيصير حوادث مؤسف. بالنسبة للليل كل المسافة بتلاقي ضوء ضوين والباقي مطفي. يعني ليش محطوطة العمدان؟ العمدان موجودة على سبة انها تخدم الناس وتكون الشوارع مضاءة. الشارع الصحراوي وصلنا حوالي ما يقارب 8-9 سنين، وهم يقولون الشارع يتزفت اناره ما اناره. طبعا شارع زي ما انت شايف مكسر، السياره ما بتمشي فيه، بدك يعني كل يوم تمشي في الشارع هذا الا تخش كراج، تخش حوادث، حوادث لا تعد ولا تحصى، اصابات خطره، وفيات معدوده بعد الساعه 8. طبعا الاناره معدومه، ما في اضاءه بالمره. يعني وحكوا لنا وزاره الاشغال راح نسوي وراح نعمل، وزي ما انت شايف ولا شيء معمول ولا شيء جاهز، والاضاءه يعني ما في اي شيء من اللي بيحكوا فيه. نعم الان بالاناره بالليل وحوادث بالليل وشوارع مكسره عندنا بالليل، يعني وبدا هذا الصيام من اول وجديد. يعني بصراحه الاناره عندنا كثير كثير تعبانه، يعني وبعدين من سنين يجوا سووها ومش شايفين، يعني وملاحظات كثير على طريق الصحراء وبدا صيانه.